4-0. بدايه هل دخلتم المباراه بالاسلوب المناسب بالشخصيه المناسبه في الملعب خصوصا الشوط الاول؟ والله قبل كل شيء معنا مبروك لنادي النصر. المشكله انه اليوم معنا ما عرفناش كيف نبدا المباراه. البدايه كانت سيئه، يعني من الصعب انك تقبل هدف في اول دقائق من المباراه وترجع. بعدين قعدنا نجري وراء البونتوات، بطبيعه هم مركبنا واحده بلاش لا غالب هيك الكره. اليوم صعيب، فريق النصر فريق ممتاز، عارفوا يربحوا، مبروك عليهم. هذيك الكره تو لازمك تعرف تبدا بدايه المباراه هي المهمه. بين الشوطين الحديث حتى جماهير الوحداويه الكل كان يقول كويس انه الوحده خسر واحد في الشوط الاول عشان يكون عنده فرصه للتعديل. الشوط الثاني ما شفنا رده فعل عصام. والله بالطبيعه حاولنا نسوي رد الفعل، بس مثل ما قلت انه نادي النصر يعني عنده هجمات مرتده ممتازه. بالطبع من خلينا مساحات، حاولنا نطلع عليهم فوق بس خلينا مساحات. مباراه صعبه بالطبع، نادي الوحده في تقدم ممتاز، قاعدين نخدموا خدمه باهيه. بالطبيعه اليوم حبينا ثلاثه نقاط، عندنا شخصيه البطل، قاعدين نحبوا نفوزوا، قاعدين نقدموا، وان شاء الله جاي احسن. يعطيك الصحه. شكرا.